كريم اش رايك؟ ما نتصورش ان نادي الحمد لله مش يسكت لو معناها لو يكون القرار مش في صالح نادي الحمد لله حسب معلومات اللي عندي. ما انا مش معناها يعني احتمالات, لا معلومات عندي كون نادي حمل خاصة مع تطورات هذه جديده ربما باش نسال تطورات جديده معناها يعني اذا كان معناها الرابطه يعملوا معناها عامله كما هكا يقولوا عندها فاكس وجانا من وزاره الداخليه ويطلع فاكس ما فماش ما عادل دادا كنت تسمع فيه تو يقول لك احنا عندنا ثقه في الجامعه, ثقه في الرابطه في الجامعه, لا الرابطه لا ما قالش